وعشان نقدر نتكلم عن الاستثمار لازم نشوف حد عمله الاستثمار وهو كمان بادي بداية جديدة. معانا الدكتور محمود خيري. ازيك يا دكتور؟ يا سيدي اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك شغال في حاجة احنا دايما بنقول ان هي بدايات، وحضرتك كمان بادي العمل في هذا المجال. انا عايز اكلم حضرتك عن ايه شعور الناس وهم بيبتدوا في البدايات، وازاي هنطبق المعايير اللي احنا اتكلمنا عنها دي. تمام يا سيدي، هو غالبا بيبقى معظم شعور الناس في البدايات بتكون شعور بالقلق، شعور بالخوف، شعور تجربه جديده مش مبسوطين منها. ساعات الناس مش مصدقه انها وصلت للتجربه ديت بسهوله او بطريقه ميسره او مباشره. صحيح. ويكون ساعتها الحل بتاعها زي ما حضرتك دايما يعني علمتنا، ان احنا اي بدايه بتكون نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا فاكر دايما حضرتك من اوائل الكلام اللي حضرتك قلته لي ودايما بتكرره على مسامعي، هو ان الباقي معك ما ودعك. ان الله سبحانه وتعالى دائما معك في كل شيء. فايا كانت البدايه جديده، وايا كانت التحدي جديد، وايا كانت التجربه غريبه، فتيقن ان ربنا سبحانه وتعالى معك، وطالما يسرك للتجربه ديت او للبدايه ديت فاكيد ان هو هيوفقك للنجاح فيها باذن الله. دكتور محمود، انت بتشتغل في دعم المشروعات الجديده والصغيره ومتناهيه الصغر. طب استسمح حضرتك، ازاي هنطبق الثلاث معايير دول اللي هو اليقين من المدد وتغيير النظره للاشياء المكرره، وفي نفس الوقت تجميع كل النجاحات الصغيره بغير فلسفه انها صغيره ولكن انها بتفتح الوسع والعالم المتسع امام الانسان لو لقاها من عند الله؟ ازاي بتطبق الثلاث معايير ده على الشغل اللي حضرتك بتقوم بيه في دعم المشروعات الصغيره؟ هو مجال المشروعات الصغيره والمتوسطه هو اكثر مجال بتكون فيه بدايات جديده. صحيح. بتكون فيه بدايات كمان فيها تحديات، وبتكون في بعض الاحيان صغيره، يعني ساعات بتكون في مشروعات متناهيه الصغر كمان مش صغيره. اللي انا شفته واتعلمته في شغلي واللي لقيته مع ناس كتير صراحه، ان في ناس مهما كان المشروع صغير ومهما كانت البدايه صغيره جدا فعندهم حماسه وطاقه كبيره جدا للمشروع ده، وشايفين ان هو بدايه خير مش بس عليهم ولكن على كل اللي حواليهم، فكان ان هم شايفين مدد ربنا الساري في هذا المشروع. يا سلام، حاجه مهمه جدا ده دكتور محمود اللي حضرتك بتقوله، ان هو شايف مدد ربنا الساري ومش همه، وعنده همه كبيره جدا، وكان الهمه جاءت وهي وليدة المدد. صحيح يا سيدي، أنا اتعلمت من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر دوت موضوع مدد الله الساري في أي نعمة حتى ولو كانت يبدو لينا أنها صغيرة. كمية الحماسة وكمية التفاؤل وكمية التوكل على الله سبحانه وتعالى، وشايفين إن هم قد يكونوا سبب لخير كتير لأهلهم وللناس اللي حواليهم. يا رب ربنا يجعلهم مع الدوام كده يا رب. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. وساعتها بتتحول بقى، ودي حاجه جميله جدا وقمه في الابداع، يعني بتتحول اعمالهم اللي احنا ممكن نشوفها صغيره ومتكرره خلال اليوم، لان نشاطاتهم بتاعت المشروعات الصغيره هي نشاطات متكرره في الاغلب، ونشاطات بتكون برضو على قد المشروع مش كبيره قوي مش زي الشركات الكبيره او المشروعات الكبيره، ولكن بنجد كميه المتعه اللي هم بيشعروا بيها في هذا التكرار كبيره جدا، لان هم اتصلوا بربنا سبحانه وتعالى وشافوا كل حاجه وكل فعل هم بيعملوه لنجاح مشروعهم مهما كان صغير، فالحاجه ديت بتجلب ليهم كميه سعاده كبيره جدا حتى ولو تكررت كل يوم على مدار الشهر. فده شيء انا اتعلمته بشكل كبير جدا من اصحاب هذه المشروعات، ودوت يتطابق مع نعم ربنا سبحانه وتعالى الدايمه في التكرار، حتى لو كان التكرار دوت لأشياء صغيرة بتحصل كل يوم. دكتور محمود، أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي، إن حضرتك دائماً أبداً بتتكلم دائماً بهذا الحماس، وأنا شايف حضرتك دائماً بتشتغل بابتكار وإبداع، إزاي المعايير دي هتخلي الناس تبتكر؟ أهم حاجة دائماً اليقين بمدى ربنا سبحانه وتعالى، وإن الابتكار حتى الابتكار وحتى الافكار الجديده فهي الهام من عند الله سبحانه وتعالى. حتى علمونا كده، كانوا بيقولوا عليها الهام، الانسبيريشن. صحيح. فهو الهام من عند ربنا سبحانه وتعالى. ف
فاحنا لو راينا ان الابتكار دوت جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى لتعمير الارض بفعل الشيء الجديد بخدمه الناس، فاكيد ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا للافكار والمشروعات اللي بتساعدنا دايما على خدمه الناس او على تحقيق مرادك. بحب دايماً انا دايما بحب الكلام معاك يا دكتور محمود، لان حضرتك مليان حماس ومليان امل، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك المدد ويكتبك ان شاء الله من اهل التغيير والى الاحسن دائما، وان شاء الله دائما نجاحاتك تكون كبيره ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور محمود، وانا سعيد جدا جدا باللقاء مع حضرتك، ودائما نلتقي على الخير. شكرا جدا ليك يا سيدي.